سكول الأربعة وتسعة دقائق توا في FM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معكم في FM سكول. ننطلقوا في ساعتنا الثانية حتى للخمسة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل كان تحقتوا بنا توا تفرجوا فينا على السيبور متاعنا الكل الباش فيسبوك راديو FM ولا شين يوتيوب FM TV. يلا بحذاء فرق الإسناد هاني كما قلنا فما الفيونو فما الكلافيه مش عنا آلة جديدة المرة هذية تراه سمعنا صوت مستدام الله 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 أمسية شعرية وموسيقية بامتياز. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الفريق المتكون من أنس بن راشد هكا أنس سمحني على الشكل أنس بن راشد خلي الميكرو ساعة عليك أنت ومن بعد حط الكلافي مش مشكل. مرحبا يال قد من نفسك أما جوست بعد الميكرو انا انس بن راشد نقرا في ليسي بيلوت نيبل نقرا تروزيام اني مارت ناس بيانو عندي 7 سنين ناس بيانو ما شاء الله عندي ديبلوم عديته اون 2022 اي فوالا سي بون جينا باش نقدموا لكم معزوفه معنا مع اصحابنا اسمها مارياج دامو مارياج دامو مارياج دامو حلو ياسر بعد هيك سي عزيزة ليلي هكا ولا سلام سلام ليه الهبه مش تاع السلام بركه راه طب باش تمول عسلامه سيدي عسلامه لاباس عليك صحه بخير الميكرو كي نعرف لاباس انت نحمدوه ونشكروه خويا كي تشوف الحمد لله مادام انتوما بحذانا ما شاء الله طاقات وابداعات وكذا ما نجم نكونوا كان لاباس اي قدم لي نفسك سيدي محمد عزيز تليلي بيلوت نيبل تروزيام انيمات كيف كيف عديت الدبلوم مع امس اون 2022 وكاو ناس كمان حلو ياسر باش نخدموا حويجه المارياج دامور جميعا خدمينه مع بعضكم ربي يوصل بسلامه بابا عايش صح بعدكم سي عبد القدوس صحابو عبد القدوس صحابو اهلا اهلا ثالث علوم تقنيه معنا نموذج بناء بالطبيعه بديت نكتب شعر في البريمير اني ما عديتش معاهم انت رحبا فيك يا سيدي الضفة الأخرى بعد منزل الأميري بعدنا للأميرة بالخوثي أهلا وسهلا ومرحبا صفا الصحة بخير حلو الديكور والدنجري والدنيا والشاشية ما شاء الله دربك تكوي عوضناها باش عوضناها بالطار إن شاء الله مرحبا بيك بعدنا للا شفاء حميدي أهلا وسهلا ومرحبا سلامة صفا الحمد لله عايشك شنو الأمور الحمد لله صفا نشكرو كالعادة القى شعر أي. القصيدة من كتابتك بيان سور سميناها رأت أشباحي النور رأت أشباحي النور ما شاء الله رأت عشان خنقايدة مهم العنوان جدا رأت أشباحي النور وش عملوا الأشباح كي يشوفوا نور بالله تيزر تعروا فوق برشا وبش يوصلوا بعيد إن شاء الله إن شاء الله أشباح في الباهي يا ذي بيان سور جونتي معناه بيان سور حلو براء السالمي سلام صبا صحة بخير شنو هي الأمور مقرب لك مقرب الميكرو صحي شو بك حاشم أخوي أول مرة وراديو كذا وضو ودنيا وكليماتيزورات تخدم أي ني ولا فما حاجة قالوا لك ما تكلمش أعزف بارك عمر موصينك شو بيباب سلمي براء نقرا وديما ناي في كل الكوليج منزل مهيري هوايتي الموسيقى هوايتك الموسيقى قداش عندك وانت مع الموسيقى هكا مدندن شتا تعزف شتا تعمل دربوك تبعتك الاله قداش عندك على التار 3 شهور كيف 3 شهور هاي بي ثلاثة شهور ودخلت معترك الحياه بقوه معناها هكاك 3 شهور كونسونتري نقولون تيك صح استاج مغلق وين عديته في مره في سليانا وفي دار الثقافه في قروه مرتين فمش كون من العيله يلعب على نفس الاله كيفاش تغرمت وحدك انا نحب الطار هكا هاو يعطيك الصحه يا سيدي ومرحبا بك كالعاده الاولويه مع المعهد النموذجي بنابل نبداو مع العزف مارياج دامور كما قالوا الشباب للانس بن راشد وسي عزيز تليلي مع بعضنا من بعد كل واحد على حيده نسمو حويجه باهي عندك احتراز شنو اش بي خوي حبيت تحكي حكايه ولا شنو رفع الاصبع لوي ما تحبش يا ربي ومنيش منيش شنو منيش كيوتيك سولو بابا اش باش تعمل كيوتيني تم جوجير جوجير باهي كتشوفها جيري اليوم
جيه مس فيها مع بعضكم، مع بعض مع بعضكم تطيخ السلوم بعد واحد. يعطيكم الصحة شباب. يونس بن راشد، عزيز تليلي، ومعنا سي عبد القدوس أصحابه في اللي سكيف بس كان في النوتة الأخرى شعيرها ولا تعدل ولا شفي عينه. ذكرني في مشهد اللمبي هو نسيته الفيلم ولا ما تفرجتش فيه؟ هو يعزف وتعديت له الوحيدة في عينه الشعيرة ولا تعودت بالضبط. هو عم بخ معروف السينكولد في فيلم الليمبي. الليمبي هي فيلم فيلم شبيه صاحبك ليش هي نعيطوا له الليمبي. اوكي يعطيكم الساعه 10 نقاط الساعه باش ما يكونوش انا يفرح افرح هي انت واش باش تعزف لنا وحدك نكتب؟ لا 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 بدي ما احكي معاه في الميكرو في بالك العباد اللي في كهربته تو مثلا يسمع فيا انا بركه كهو تو يسمع تو باش تخرجني مع سايكو معناه هي عايش خويا لطفتها يا خو بخاطرك علاش بتعزف شو وحدك؟ فما فوبيا العفز العفز العزف المنفرد ما اي ما كنتش محضر باش نعزف حاجه وحدي اه باهي ما قعدت حتى تبلاتور في راسك ما فما حتى شيء لا اله الا الله ودي شبيك غيمت والله ما نحبش ما حضرش روحي نفسانيا مش ما باش نمشيو نشوفوا الوخيين اش عنده في المسانده نتاعو تخمم في عقلك ها هاك انس بحذاك دز انس بالله ذكروا في اي تيتر في اي مورس لعبتوا مع بعضكم ما عديتوا مع بعض ما نتصور تعرف باهي اوكي تصرف هون قاسين عليكم ولا حاجه؟ لا ايش قلت لها؟ قالت لي موسيقى شعر موسيقى شعر في بالها هي ما نقول هي انت قبل هايبر عندك انت لله هاي شفيع حميدي هاي دونك رأيت رأت أشباح النور رأت أشباح النور متى شئتي تفضلي تقربي على الماتريال داخل في الطرح راهو مش مشكلة مش مشكلة رأت أشباح النور ولجت سجن الحياة بلا ذنب اعتقلت في فاصلتين بينهما قلب كبلتني قيود الكذب أسرني همس يبتعد في قرب يعلو بي أنين أصم كلما انعرجت عن السرب أخت قاسية في جذب أقتل بعضي وأمضي نافية الحرب أسأل الله انتهاء الدرب في معاشرة الأنذال متصنع الحب صرخ القلب كفاني عذاب همس في مرح ألم تبلغ حدا من الاكتئاب فتتت الروح وباتت سراب خلت أنهم تجردوا من القذارة والقسوة خططت لأجلهم مليون فقرة نادى العقل حذاري ما قيمة القصة دون عبرة من يغدر يكرر الصنيع ألف مرة كنتم لي في السعادة مصدرا كشفت أوراقكم فنقش أمرا ما عاشته ابنة الحرة وأموت أموت كلما حدجتموني بالغرة ظننت أنها نقية من البصرة أو شهم من أبطال غزة ت...
طواف مكرمون بمكة اتضح أنهم أنذال لا يعرفون للود مهربا. أهيموا بعيوني رفاق اشتياقا ربما يقسو القلب لغدرهم ساعة ويحن سنة. فلن أغفر رب الكعبة بت للثقة نافية أرفض الود وأراذيه القاحلة صاح أهجوري أهجوري الأطلال وأعودي لزنزانتك خاضعة. كلا لست بخائفة أنا الحرة الطاغية أنا النفس الجاهدة أنا الشمس البارزة من أعالي جبال الألب الشامخة أنا الروح الخالدة أرقت في الظلام سابحة تسكن عقلي حروب ثائرة كفاني ألم كفى تخريف بات للدموع نصيب من التجفيف الحرة إن أينعت تخيف أقبل يا ربيعي لم يعد لي خريف خالفت الورد لأزهر في كل الفصول أملأ الجو مرحا ضياء وحبور أسحر العيون وأعجز العقول رأت أشباحي النور سأستمر في البحث عن كون مغمور سلاما حبا ونشور سلاما حبا وزهور. برافو يعطيك الصحة. أنا شفاء حميدي زي قلت لي رأت أشباحي النور هكا ساعة الإلقاء ما شاء الله كتابة كذلك أنت في معاشرة الأنذال لنا الضحكة راه كيفاش تكون ترستي معناتها بين الكلام والجريماس نتاعك حاجة أما نورمال مو اسمها تسميع الكلامي تمشي فهمت في العربية كلها هكا كما وين أشباح وين نور تسميع لأنه نحكي حاجة أخرى الكلاش تفضل لست أدري متى وصلت حطنا في الإطار إلى هذا العمر قبل ما تخلط العمر هذا فحطنا في الإطار خلنا نفهم هي حاجة كتبتها كما الفقرة في علاقة بالقصيدة في علاقة بالطوطة متاع القصيدة مثلا ليه لست أدري متى وصلت إلى هذا العمر لكني أعلم أني مع كل جرح أكبر ومع كل طعنة في الظهر أكبر مع كل خيبة أكبر أعلم أن من يقتلني يعلمني الحياة أكثر أعلم أن الشمس لا زالت تشرق وبدل الشمس بتضوي شموس أعلم أن السماء لا زالت تمطر وأن الأرض لا تزال تزهر أخبرتني أمي أن نهر الدمع يصب في بحر الابتسامات قلت لها يومها أن نهاية ليست إلا مجموعة من بدايات لقدر أجمل لخير أوفر لست أدري من جبرني على اقتناص أفراحي ومداراتي جراحي لكني أعلم أنه هو فقط من علمني كيف أشعر من علمني كيف أشعر كيف لعقولهم أسحر كيف بداع من الكبرياء بدل الحزن أسخر وكيف تنتقم قهوة السوداء من حبة السكر ما شاء الله حتى الإكسبريس ما تمشيش عادية يعني. فما انتقام وصراع يعطيك الصحة 10 نقاط مستحقة 30 نقطة 26 نقطة بالنسبة للأبناء القيروان يا سيدي عندك أنت سي عبد القدوس عبد القدوس صحابه فهمت الموضوع ولا سمعت الكونكورنس ش عندها ما شاء الله ومن شأنك انت زادك الكتابه والقراءه والمطالعه مش قولك في الاخت شفاء جميل جدا جميل جدا هكا ولا ها يا سيدي اعطينا تو انت قصيده بعنوان الانذار 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 باهي الانذار للروائي العظيم عبد القدوس اصحابه الانذار تفضل فتحت خزينتي وانا اتأفف ورحت أعد ما سيدخر ويصرف وإذا بملك الموت عند الباب واقف ورأيت أعمالي لا شيء منها يشرف لما سرقت لما اختبت كيف سأتصرف ويلي الآن النهاية أهنا سأتوقف وتذكرت عندها الله وأنا أرتجف وزاد الألم وزاد معه الخوف وسارعت للشهادة أنطقها هيهات ها هي الجوارح الآن تتوقف وإذا بالروح عن الجسد تنصرف وسقطت أسمع ولا أرى ما يحدث ما أعرفه أن مصيري حقا مؤسف وحملتني إلى حفرة يومها الأكتاف لعله حلم فيا ليته الآن يكف
وضاقت علي الحفرة وجاء نكير ومنكر فلا صاحب اليوم فلا صاحب ولا أخا إلى جانبي يقف وضاق بي القبر وإذا بعذابي فيه يطول فمتى يا إلهي عني المأساة ستصرف ثم بعثت هذا ما كنت به أستخف وعرضت على الحساب ها هو كل شيء ينكشف فحشرت مع من في المعاصي كانت تسرف مع من أسقطت عليهم من السماء كسف ربي أعدني أصلح ما فات ولا أترف هيهات هيهات لقد كان يدعوني فكنت عنه أنصرف إن هي إلا حياة واحدة ذكرت في كتاب لا يحرف وأفقت حينها وقد كاد قلبي حقا يتوقف وارتميت عندها ساجدا وللدموع أذرف أي ربي سامحني فمن لغيرك أقول إني آسف أغرتني الدنيا ونسيت أن كل ما فيها تالف فارحم يا رب عبدا على نفسه كان يسرف. برافو عبد القدوس أصحاب الانذار. الانذار في يا الانذار يا الاخره هاي ده واحده فيهم حتى الانذار به ممكن اضافه قصيده اخرى ممكن قصيده اخرى ممكن كمان الموسم ده لا. قصيده كامله سيبو يزي في البركه يزي في عندك 10 نقاط نتاعك راه هما 36 بوينت هو جاوك به 36 نقطه بالنسبه ليك سيدي مي سينو كيف جات القصيده التذكير لل جيت باش نكتب على فلسطين وانا كاتب عليها من قبل 7 اكتوبر اي انا 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 كي نحب نكتب شعر ولا حاجه نحب اللي يسمعها تتبدل تبدل عنده حاجه شوف الامباكت معناتها على الشخص اذا كان قرابه 30000 شهيد اكثر من 30000 شهيد واكثر من 1000 جريح صور كارثيه تجي من ما بدلوا شيء ما بدلوا شيء خلي كتابتي عندي نفجع شويه فماشي ما يفيقوا شويه اللي فهمت على الشوك هذايا هذيك اللي حبيت تعملوا برافو سيدي اول مره تقراها انت لهنا بعدنا في يفام اي ما زلت كتبتها باهي يا سيدي هاي دي بوان كيما قلنا خممناش في العزف المنفرد تحب ها انت تحب عزف اي اما جوست من بعد المسنده نتاعك هي واحده هذه منفرد اي باش يكون فيهم المنفرد بالغلط معنى انا وحدي ولا هي منفرده وحده كل منفرد بذاته بهيش هيك اي خممت في حويجه ممتاز يا سيدي الضفه الاخرى عنا للاميره بلغوثي وسي براء سالم شخططنا مع بعضنا بكتار باش نعزف واش باش نسمع واش باش نغني كيفي معناها وقت ما غير ما تحسب معنا حتى عندي جايين كيفي تفضل 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 فما متاع نصيف ساعه كيكا لا هاي بيه تفضل جارت الاشواق يا حبابي جارت الاشواق يا حبابي جارت الاشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي باسم المجيد في الملك وحده يفعل ما يريد لا من يذده تحديد رب العباد هو الخلاق يا حبابي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق يا حبابي جارت الأشواق من حب سيدي قلبي مشتاق يا حبابي أول تعريف والنظامي
برافو يعطيكم الصحة كل ضيوف أميرة مرغوثي برا السن يعطيكم ألف ألف صحة. قديش خدمة مع بعضكم هذايا؟ عشوية؟ نهارين. ممتاز 10 نقاط 40 نقطة جمالي نقاط الأبناء القيروان. خليكم بحذايا الشباب ما تخرجوش على فاصل إشهاري وبعد نرجع نسمع السولوات. تو تشيت أحلى غديو. مازلنا معكم في فقرة المساندات، مازلنا مع العزف الثنائي المتردد، عزف منفرد بوزوز أول مرة هذايا في التاريخ، ولكن مثال تنمشيوها أخوي صغيرات وماخذين اللي سيرتيف نتاعهم مع بعض مش مشكل. اي انس بالرشد عندك انت الاختيار، ومن ثم سيلتحق صديقنا عزيز اتليل. شو اختارني؟ ما نصعبوش يا ما نصعبوش، خليها تعصف حدا، خليها تعصف حدا ما برناك ميسيلش. تفضل انت. ما قعدش وقت. عارف اني ما قعدش وقت. لا هي لا اوكي تفضل. تمام اسم المسؤوليه ذا مش شاتي صح. تفضل مسكره الامور ولا لا؟ برافو حقيقة يعطيك الصحة أنس بالراشد. أنا كنتش ندلع عليها وش نقولها بالله كان فماشي معنا كان فمي هكا شوية مون لايت سونات نتاع بيتهوفن يا أخي مشات شوبان. ها أنا الغلط. يعطيك الصحة فريمون يعطيك الصحة. عندنا منها مون لايت سونات ولا ما عندناش؟ ما نقربوش الموضوع هذاك. برافو يعطيكم الصحة. الفريق اللي حاضر معايا لهنا في الإسناد الكل معهد النموذجي بنابل كذلك معهد منزل المهيري بالقيروان. تمشيو توا يجيو الفرق الاخرين هذا كامل بلاصه الثقافيه واش تاكل بعضها تاريخ وجغرافيا وحساب وفلسفه. اسمعوا المهزله اللي باش تصير توا مساك ربي يكون في عونهم اش مازال يستنى فيهم اسر. الى حد الساعه عندنا 40 نقطه بالنسبه للمعهد منزل المهيري القيروان و 36 نقطة معهد النموذجي بنابل. نستناو حتى الفريق يتفضل
يشرف لهنا في الاستوديو. اهلا وسهلا. هاي الفولو الخلط من القروان للرؤية. مرحبا مرة أخرى سي وسام. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. عاش قولك في الموسيقى. عاش قولك في الجو اللي عملوه. فاجئني أنا كي وراي طفل براء سالمي قدنك صغير ويحي سبحان الله. تعرفوه مع ويتيام ما نصورش كان تعرفوه ما مش معاكم بالله. تري في عرس تري البرة تري فنين في الشارع ديما جو ينحت ينحت ما عم بلوش. يا سيدي يا بسيدي فريق اللي حاضر بحذير هنا من نابل ألاء أمية وسيد أحمد البرهومي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. خليلو بالله الفيولون مشيش يعمل سولو وحده بعد ما يخافش راه تفلح قولو عزف يعزف حتى كان ما يعرفش. هزي هزي تحكي سخوي هز على نفسك ولا أرد بك على عين خوك قبيلة في آخر نوتة شعير ولا حليت له الأركات. هاي سيدي 36 نقطة مقابل 40 نقطة. نرجعوا للأسئلة الثقافية. الأولوية عندكم انتوما شباب نابل تختاروا من واحد حتى ال 15 خمسة خمسة سهل سهل مهل تاع 10 نقاط في المكتوب. ركزوا مليح تنجموا تاخذوا انتوما لي دي بوان. ركزوا مليح. السؤال يقول ما هو اللقب الذي أطلق على ملوك الرومان؟ ما هو اللقب كل نعيط الملك من ملوك الرومان شو نقولوا؟ عندكم شي الإجابة بني القيروان؟ نورمالمون عنه نورمالمون نقولوا الأكاسرة وإلا القياصرة وإلا السقالبة جمع سقلبين يعني سقالبة نورمالمون. هاي 10 ثواني للتفكير. نعيطوا لهم الأكاسرة القياصرة وإلا السقالبة بالاحتمالات ثم اجيبي على السؤال انتهى التوقيت. القياصرة تقولوا ابناء القيروان القياصرة. الاجابة الصحيحة القياصرة جمع قيصر معناه سيزار. كيف بداية من يوليوس قيصر. يا عيني يوليوس اي باهي اوكي. هاي يا سيدي عندكم انتم متى 13 حلو حتى سؤال 13 سهل مهل زيادة. حاضرين كان حب الله مادة شو سميه هذا تاريخ برا قولوا تاريخ والعلم عند الله مش تصنفوا. خلينا نشوف المرجع سيروت في ذا من كتاب من كتاب معروف ياسر به طيب يخلطنا المرجع بعد. السؤال يقول في أي مجال كان يشتغل الطبيب التونسي بشير جراي الذي تمكن من تحقيق إنجازات ريادية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كذلك؟ واضح في أي مجال كان يشتغل الطبيب التونسي معناتها متخصص في شنو بالضبط هو في الطب. هي ما ميسالش ساعات العبارة تفلت عند عمك لو مش مشكل. دونك قلنا يشتغل طبيب اما شنية سبيسياليتي متاع باش كان معروف عندهم الاحتمالات قبل لنا نتج الابناء نابل عندكمش الاجابة لا. هل كان متخصص في جراحة القلب والا في جراحة الاعصاب والا جراحة الامعاء؟ وعندكم 10 ثواني للتفكير سامحوني. بيه قلنا دونك جراحة القلب جراحة الأعصاب وإلا جراحة الأمعاء. طبيب الأعصاب ذكرها عزة حذر في شوف لي حل وراي تحية للممثل اللي أدى الدور هذاك خاطر شفناه زادة في سوبر تونسي نسيب كيم يونغ أون فريمون بدع اسمعي كيم اللي ديما يسال عفيت 35500 ما استحضرش الاسم سامحني ولكن اداء رائع. هاي يا سيدي هاي الاعصاب. علاش قلتوا الاعصاب؟ خاطر يشوف لي جراحه الاعصاب. باش تقولوا انتم ابناء نابل نقولوش ليه تو ما فما حتى مشكل معناها حتى كنجاوبوا جراحه الاعصاب اجابه صحيحه يعطيكم الصحه 50 نقطه تري بون ريبونس. صارت انفلونس سمعتوا الاجابه من برا؟ لا والله حقيقه والله كي قلت انا الاعصاب ركزوا معاها
عندها نزل اعصاب ما كانش عندها حتى على خاطر ديما ديما الكلمه كي تتقال هكاك ديما في الاعصاب في مخي قاعده تتقال هكاك عليه ديما نرجع للريفيرونس اللي قالها بالطريقه هذيك في شوف لي حل دونك بون تنعوضها تنعوضها كان صارت هكا حسيت فما حاجه هكا ولا هكا جبد التلفيستا شويه تنعوضها مش مشكل اي يا سيدي نتعداو الى ركن الارقام ركن الارقام الا وهي لعبة الأرقام ولغة الأرقام نعطيكم كالعادة سلسلة من الأرقام من نوامر خلينا مش أرقام نقوم برشا نوامر وتستعملوا الجمع وطرحوا القسمة الضرب لي والنمر اللي استعملوه مرة ما استعملوش مرة أخرى وربي يوفقكم الناس الكل المهم تعطيونا الحل حاضرين بالنسبة لكم أبناء نابل سلسلة الأرقام تقول 19 132 11 10. النتيجة المطلوبة 21 كما تاريخ اليوم. آه يا سيدي 30 ثانية لإيجاد الحل. 19 132 11 10. كيفاش يلزمنا نعملوا باش نخلطوا ال 21 في الأخر؟ كيفاش يلزمنا نخلطوهم الأرقام هذوما وعندنا زادة ثلاثة علامات يلزمنا نعرفوا كيفاش نستعملوه الجمع والطرح والقسم. صعيبة الحقيقة. صحيب شكون فيكم مات انتم شباب لهنا اباي بو حميد مات حق اي بو حميد اي اي نذكركم اللي راهي النقطه بحسابها رانا دومي فينال شباب الارقام سلسله الارقام 19 132 11 10 فما نمرو فالت ولقيت حاجه ناقصه ولا انا ما جاتش لوجيك ولا شنو هي الفاز خاطر 34 ثانيه تقول لي عاود لي سلسله الارقام وانا معاودها مرتين فما حاجه غلط ابو حميد بالله انتهى التوقيت راه عندناش الحل ما وصلناش حتى البدو حل حسب اللي عندي لهنا 132 على 11 اي 12 ولا الا 10 شبيك هو اللي يضرب في الميكرو ابو حميد مش مش لقيتوا حل انتوما ما لقيتوش حل دونك 132 على 11 12 10 2 مع 19 21 للاسف لم نتوصل الى ايجاد الحل بالنسبه لكم انتوما توا ابناء القيروان سلسله الارقام تقول 30 144 57 3 النتيجة المطلوبة 21 كيف كيف 21 30 ثانية لإيجاد الحل علاش قلت لي يا أحمد أعطيني سلسلة الأرقام الأخرى فما حاجة خليتك تشك في نومر وبارك شي غلط ما يسيرش قايت أنا الحل اللي أعطيته ولا يستقيم يا استقيم مالاش بيك اخو الله غالب الله مش مشكل ديريكت وكذا ماك تعرف الظروف المباشر لا لا شنو وعلاش كل واحد فيكم يعدي وحده فهمتش وين لا كل واحد وحده حتى مثل غلط ما ربح للوقت عديو مع بعضنا انتهى التوقيت ضعوا الاقلام سيلفو بلاي رجاء بليز نح يا بابا نح وس وس تظهر الورقه وبرا انت مش مشكل عندنا شي حل 144 على 3 اي بلس 30 الا 57 اجابه صحيحه برافو يعطيك الصحه 60 نقطه حلو 10 نقاط عندنا 60 نقطه مقابل 46 نقطه الغلبه لابناء القيروان الى حد الساعه نرتحوكم شويه توا يزي من نوامر يزي من الاسئله الثقافيه عن الامثله الشعبيه ولكن الأمثلة الشعبية مترجمة بالإنجليزي وانتو ما يلزمكم تعودوا ترجموها بالعربي معنا ما نعملوا كان ماشي المحلفي ما فهمت المترجمين المحلفين خو يخدموا بزيد على الروح دونك الأمثلة تونسية خلينا نقولك بنتو واضح معناتها ركزوا مليح مليح حتى بفعل لأن قول لي خويا معناتها كي باش نعطوك الترجمة لازم باللغة الدارجة ولا بالدارجة ومثلا بالدارجة باش ترجموا بالعربية انت
قالك سي لطفي معروف. ايوه ونحن نجاوبوا ولا كل واحد؟ لا لا، كل واحد وسؤال، كل واحد وتور، كل واحد والمثل نتاعو. معناتها ما عندناش حق نجاوبوا. لا، حتى كان عندك الإجابة اكتمها في صدرك. ما هي؟ هاي. بالنسبة لكم أنتوما، يقول المثل: Ask someone experienced, do not ask a doctor. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. خذ 10 ثواني ولا ما تحب. ترجمة حينية ما شاء الله. 10 نقاط. 56 نقطة إجابتك صحيحة. حاضرين الشباب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. مش صعيب ياسر. يقول المثل: He who gave his word gave his neck. جاوب تفضلوا. مش هو راديو وأساس الراديو ميكرو؟ كي أنا نتكلم بجوار الميكرو من سيستمع إلي؟ ما تكلمتش؟ نعاود. ما تكلمتش؟ ما سمعتش؟ تفضل. اللي عطاه كلمته عطاه رد. إجابة صحيحة. 70 نقطة. برافو، حلو ياسر. 70 مقابل 56. باهي يا سيدي، عندنا لعبة أخرى. ركزوا فيها مليح مليح هذي. باش نعطيكم سيري متاع أرقام، ما تقيدوش. لا لا، ما تقيدوش المرة هذي، ما تقيدوش. يلزمكم تعودوهم في الأوردر. ذكرى. صحيح، لعبة متاع ميموار. شفت على كل نومرو يتجاب صحيح في البلاصة متاعو عندكم بوان. واضح؟ نعرفش نعطيكم خطط مثلا تشد انت النومرو الأول هو كيفاه؟ هما قداش على عددهم؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 أرقام. كل واحد فيكم يشد مثلا انت النومرو الأول هي النومرو الثاني ولا بالعكس، فهمت؟ واضح. أعمل؟ هاي نبداو؟ نبداو نعتبروها هاي. أبناء نابل مركزين؟ أي. تقول سلسلة الأرقام الأول: 17 98 77 14 30 29 66 52 13 11. شكون اللي قاعد يباكي أنت؟ أنا قاعد ترددات الأصوات من عندك؟ باهي نعود لكم فيت في 17 98 77 14 30 29 66 52 13 11. تفضلوا نسمع فيكم. 17 اي 98 اي 77 اي 14 30 29 66 52 13 11. 10 نقاط، برافو، يعطيكم الصحة. 66 نقطة. حلو حلو، باهي الميموار باهي. أنت خذيت ثلاثة الأولى لونتام هذاك، وك منعته في 30 ظهر لي ولا في 29. يعطيك الصحة. يا شباب عندكم أنتم توا حاضرين؟ إن شاء الله. 33 52 94 12 50 11 46 16 42 22 فيت في 33 52 94 12 50 11 46 16 42 22. تفضلوا. باهي 33 اي 54 99 12 30 11 46 16 42 11 46 16 42 22 22. باهي، الثانية غلطة للأسف. 52 الثانية و94 الثالثة عندكم واحدة. 2 3 4 5 6 7 نقاط. نعطيكم الصح. 77 نقطة مقابل 66 نقطة. واضحة الأمور؟ هاي نعود إلى الأسئلة الثقافية. تختاروا مرة أخرى من 1 حتى 15. 3 3
حلو ياسر السؤال وصعب ياسر السؤال كذلك فرد وقت. السؤال يقول: متى تأسس المعهد الوطني للتراث؟ وقتاش تأسس المعهد الوطني للتراث؟ عندكم شي إجابة من القيروان؟ لا. 1983 1984 1985 10 ثواني للتفكير. المعهد الوطني للتراث وهو مؤسسة عمومية تونسية ذات صبغة إدارية وتعنى بالبحث حول التراث الأثري وصيانته لمختلف الحقب التاريخية التي مرت بها البلاد التونسية. متى تأسس المعهد الوطني يا ترى؟ 1883 1984 1985 1983 حاب تقول وسام؟ تفضل. 1985 إجابتك صحيحة 1985 أما صفر من النقاط خاطر ما قلتش عندي الإجابة من الأول. ريت كيفاه؟ كيفاه؟ قلت عندكمش الإجابة ابناء القيروان لا ريبوندو افيك ان نو فيرمي كاتيجوري. اوكي اوكي عندكم انتم تو تفضل. يوتي في الميكرو بحاول ولا قوت الا بالله. بالله طرفت واري زوران خلص اقول لهنا بحث حنكو ها مش معاش يزرف منه الميكرو قد ايه؟ اثنين. السؤال الثاني. الثاني تفضل يا سيدي. السؤال الثاني يقول السؤال الثاني: متى دخلت جيوش الحلفاء الى تونس؟ هنا البي بي سي في جوازك حسين باي ترهيتش عليكم فيه من نهار احد عشية مع بعض عاد شكون يسمع فينا برا. عندكم الاجابة شبيبة؟ عندكم الاجابة؟ اخر سؤال في المباراة هوني 77-66 اخر سؤال. اي سيء. اي ما عندك ما خسرت يا احمد عن الاجابه تكها. نعطيكم الاحتمالات: شهر نوفمبر 1943 شهر نوفمبر 1942 والا شهر نوفمبر 1941 10 ثواني للتفكير. ما اغزر اغزر المونجيلا عود تبع الوقت كيما تروح الكوره فهمت الصبور اللي مع 55 هكا ولا مازال زعما اسئله جايين اخرين هكا وفي ولا سلام. دونك هذا السؤال الاخير اجابه رقم 2. حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما عندناش ميكرو بلادور ولا هو ميكرو كرافات لا اي وسيله توصيل ميغافون. الميغافون وينو عز هزته عبير الله. يا سيدي الإجابة الثانية 1942 الإجابة واحد الأولى 1943 دخلت جيوش الحلفاء إلى تونس شهر نوفمبر 1942 إجابتكم صحيحة أبناء القيروان 88 نقطة مقابل 66 نقطة وبهك عرفنا اسم المترشح الأول للدور النهائي. مبروك عليكم شباب. كذلك أبناء نابل ربحتوا معنا مجموعة من الكتب القيمة من إهداء دار الكنوز للنشر. لأول مرة في تونس réussir son bac 2024 il aime les épreuves 2023 par les matières principales ou les options et le col fixé واحد pour une révision structurée ou efficace. كونوز إديسيون تحط على دم تلامذة الباك ليز إكزامان معاهم كوريكسيون كومونتي أستوس و دي كونساي يوتيل غيوسيغ سان باك 2024 ديسبونيبل بور توت لي سيكسيون و بالمناسبة كونوز تتمنى لجماعة الباك بون شونس في الغيفيزيون و نجاح مضمون أكيد. شبيبة ألف مبروك للترشح متاعكم مرة أخرى. معهد منزل المهيري الفريق المتكون من رواء السلمي وسام الكرعاني أميرة بلغوثي وبراء السلمي العازف الصغير ذكري كان بحذانا شفاء حميدي وشيماء السلمي أن غران ميرسي
لكم فريق المعهد النموذجي بنابل على الحضور. الفريق المتكون من سيد أحمد البرهوم يعطيك ألف صحة، للالاء أمية، أنس بن راشدة، عزيزة ليلي، عبد القدوس أصحابه، وسي غيث البلعزي اللي كان حاضر بحذانا لهنا دفعة سابقة، عنده سنين من اللي غادر المعهد. برافو مرة أخرى، سررت بمعرفتكم شباب، يعطيكم ألف صحة، بون كوراج بور لا سويت، إن شاء الله بالتفوق في الدراسة متاعكم في غرامكم واللي تحبوا تعملوه. الكل مشكورين اللي كانوا حاضرين بحذية لهنا في الاستوديو، سي لطفي حريزة المعد والمنسق، للعزة تويتي في الإخراج، من جدي في الرياليزاسيون ديجيتال. نقول لكم طريق سلامة الناس الكل، تشاو تشاو. Les TB Bank ou TF Bank يحطوا على ثمتكم la nouvelle plateforme de transfert d'argent TuniCash. مع TuniCash ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب، يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والد ولا الكارت بريبيي.